أهلا بكم. أرقام إصابات فيروس كورونا في لبنان إلى تراجع، مما يبشر بقدرة الهيئات الطبية والصحية والاستشفائية في لبنان على السيطرة على تفشي الفيروس وبالتالي التغلب على الجائحة التي شلت دول العالم وقطعت أوصاله وحجزت حرية أبنائه. واليوم انطلق فريق من وزارة الصحة إلى المناطق اللبنانية التي شهدت أكبر عدد إصابات لإجراء فحوصات لفيروس كوفيد 19، مع رفع هذه النسبة إلى 1500 فحص يوميا. ما هي حقيقة واقع تفشي فيروس كورونا في لبنان، وماذا عن جهوزية المستشفيات الخاصة، وماذا عن العلاجات المعتمدة في لبنان والعالم، وتقييم أداء الحكومة اللبنانية بالتعاطي مع هذا الفيروس؟ هذه الأسئلة أطرحها اليوم على ضيفي رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية في الجامعة الأمريكية في بيروت البروفيسور غسان دبيبو. أهلا وسهلا فيك بروفيسور. يعني اليوم قبل شوي طلع تقرير وزارة الصحة في 4 إصابات جديدة، عم بتكون الأعداد جدا معقولة وجدا منطقية والناس شوي ارتاحت، بس قدي هيدي الأعداد بتخلي الناس عن جد انه نحن قدرنا سيطرنا، قدرنا تغلبنا على هيدا الفيروس وفينا ننتقل لمرحلة تانية؟ يعني بالفعل الأرقام كتير أحسن من ما كنا متوقعين. يعني في وقت صراحة كان في كتير خوف انه الأرقام تكون بالمئات يوميا مثل ما صار بغير بلدان. بعتقد فينا نقول انه لحقنا حالنا، يعني الاجراءات يلي تمت والحجر المنزلي والجهود اللي قامت فيها وزارة الصحة بعتقد اثمرت عن قدرتنا انه نجرب نحاصر هالفيروس هيدا وما نخليه ينتشر انتشار قوي بالمجتمع. هلا الارقام لهلا كتير مطمئنة. بعتقد الجهود يلي عم تعملها وزارة الصحة هلأ يلي هي انه تروح على المناطق مش يلي فيها كتير اصابات، المناطق يلي ما تسجل فيها اي اصابات لحتى يعملوا فحص عشوائي، مثل ما هي ما تسجل فيها بالضبط، بدهم يعملوا فحص عشوائي ليتأكدوا انه مزبوط ما في اصابات، لانه يمكن يكون في ناس صار عندهم اصابات وما عرفوا وبعدهم عم بيتواصلوا وعم ينشروا الفيروس بالضبط. سو بناء على نتائج هيدي الحملة اللي حتعملها وزارة الصحة، إذا إن شاء الله طلع إنه مزبوط ما في إصابات بهدول المحافظات والإصابات يلي وصلت لوزارة الصحة هي كل الإصابات بلبنان، ساعتها بالفعل فينا نقول انه قدرنا نسيطر على الوضع. بس فينا نقول يعني اليوم هيدا الشعور بالراحة، اي خطوة ناقصة يمكن نرجع ندفع ثمنها بعدين، قد ايه هيدا الشيء بخلينا نروح على اجراءات اكثر مريحة؟ يعني عم نحكي عن 10 ايار يوم كموعد لاعادة دراسة الخطوات المقبلة. نعم، هلا هي اكيد اي رفع للحجر بده يكون بطريقه تدريجيه وبطريقه مدروسه، يعني بده ينعطى اولويات لاشياء منتجه لناس بدهم يطلعوا قوتهم اليومي يعني، وهيدي الامور. سو هيدي الاشياء اكيد بدها تكون على صعيد الحكومه يعني لحتى هن يقرروا كيف التدرج بده يصير، بس أكيد ما فينا نطمن كليا. الفيروس موجود والفيروس برهن أنه عنده قدرة انتقال كتير فعالة بين الأشخاص، ويمكن نحن كتير متمنيين أنه بموسم الصيف وبس تجي الحرارة المرتفعة أنه هالانتقال يخف، لأنه في بوادر أنه يمكن هالشي يكون مظبوط، بس ما فينا نعتمد كليا. هذا الفيروس كتير غدار وما فينا نوثق بأي توقعات قبل ما نتأكد من ما فينا هالقد كمان نرتاح أنه رايحين على صيفية وبالتالي الفيروسات بطبيعة الحال ما كتير بتلاقي البيئة الملائمة لها. بالضبط، لأنه في نحن بنعرف أنه في فيروسز عندهم قدرة كتير ينتقلوا بموسم الصيف، خصوصا الفيروسز يلي بينتقلوا من الجهاز الهضمي. هيدا الفيروس الكورونا عنده قدرة ينتقل بالجهاز الهضمي، سو منشان هيك في توجس انه يضل ينتشر بالصيف. يمكن يعني ينتقل بالجهاز الهضمي؟ بينتقل بالخروج لانه بيعدي هو الجهاز الهضمي، سو بيظهر بالخروج. وقت انحكى انه الاكل ما بيعدي انه لانه بفوت على الجهاز الهضمي وبالتالي ما في امكانيه انه ينتقل عبر الطعام. لا، مش صحيح هذا. على الاقل بعد ما تاكدنا 100% لانه صار في دراسات انه
الار ان اي تاعت الفيروس موجوده بالخروج تبعت الاطفال والكبار المصابين. هلا هل هيدا معناتها انه الفيروس المكتمل يلي بيقدر يعدي كمان عم بيكون موجود؟ هيدي بعد ما تبرهنت لا ايجابا ولا سلبا. يعني ما فينا هلا الناس المطمنه انه عبر الاكل ما بينتقل، لا يعني في كمان حد حوالي علامات شكوك. طبعا في علامه استفهام يعني هلا كاخذ الاحتياطات يعني حتى بهذا الموضوع. طيب بروفيسور، يعني اليوم بطبيعه الحال عندنا هذا العدد الاصابات، عندنا عدد مقبول بالمستشفيات اللي هن عم يتلقوا العنايه اللازمه، العدد الاكبر عم بيكون موجود بالحجر المنزلي او بمراكز متخصصه. قدره مستشفيات خصوصا المستشفيات الخاصه، نحن كيف فينا نصنف حالنا كلبنان؟ يعني نحن وضعنا بعتقد منه كثير عاطل ولا كثير جيد، بمعنى انه المستشفيات نحن خصوصا المستشفيات الخاصه عندها قدرات كبيره، لانه بتشكل يعني جزء مهم من القطاع الصحي بلبنان. هلا مشكلتها دائما انه بالدعم المادي، لانه اي هدول مستشفيات بالنهايه يا اما بيتوخوا الربح او يعني جايين من مؤسسات ما بتتوخى الربح، بس كمان بنفس الوقت ما في حدا يدعمها ماديا، يعني بدها بالقليل تطلع كلفة العملية الصحية، ما بدها تخسر. سو هون الدعم يلي كان ناقص، وبعتقد اخذت الحكومة قرار انه يدعموا المستشفيات ويدفعوا اشياء متقدمات. ما عندي تفاصيل عن الموضوع مين حياخد شو، بس انه هذا الشيء ضروري لحتى تقدر هالمستشفيات كمان تقوم بواجباتها خلال هالفترة. هلا الحمد لله لهلا بعدنا ضمن الطاقات الموجوده، وحتى اقل بكثير من الطاقات الموجوده، يعني ما صار في ولا وقت وصلنا انه والله في مريض او مريضه ما ملاقيين له محل عم بيتلفوا من المستشفى لمستشفى. هيدي ما صارت، هيدي بتصير اوقات بموسم الشتاء. بعد قادرين مثل ما كنا عم نحكي عن 500 حاله بحاجه لجهاز تنفسي، قادرين هيدي هي القدره الاستيعابيه؟ يعني نحن هلا عندنا هالقدره انه نستقبل 500 حاله، بس اذا الاعداد فائت هذا الرقم ساعتها بدنا نكون بوضع حرج. يعني بروفيسور اليوم نحكى كثير لما شفنا هذا التفشي خصوصا باوروبا وحتى بامريكا، انه هذه الدول اثبتت انه نظامها الاستشفائي ضعيف. هل هو لانه النظام الاستشفائي ضعيف شفنا هذا التعاطي باوروبا مع ظاهر تفشي الفيروس، او لانه كان في خاطئ بمقاربه الحكومات وبالتالي صرنا قدام اعداد كبيره وبالتالي هذا بنحوله لعنا على لبنان؟ هل نحن اليوم اثبت انه عنا لا نظام صحي اقوى من اوروبا؟ يعني هذا كثير اليوم نقاش عم بيصير. يعني هذا سؤال بالفعل متشعب كثير، لانه ما في اجابه وحده على هذا السؤال. هلا ما فينا نقول عن أنظمة الصحة بأوروبا إنها فاشلة بشكل عام، هيدا شيء مجافي للواقع. عندهم أنظمة صحية، بس يعني بالفترات القريبة خلال هالسنوات العشرة أو العشرين صار في كتير تركيز على العلاج بالمنزل، على عدم دخول المستشفى. ليش؟ لحتى يصير في توفير للكلفة، لأنه دايما فوتة المستشفى بتكلف مصاري خصوصا عند كبار السن. طبعا صار في توجيه انه لا بيروحوا على يا اما مركز لنقول للعجزة او بيوت خصيصا ليهتموا فيهم عوضا عن دخول المستشفيات. فهيدا التركيز يعني يمكن قلل من عدد الأسرة اللي موجودة ببعض البلدان، مثلا بإيطاليا. هلا الشغلة الثانية اللي بدنا نخليها، يعني نحن كتير بنفرق عن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا حتى، إنه نحن المعدل العمري عنا كتير أقل. فهيدا الفيروس بالذات عم بيؤدي لمشاكل كتير كبيرة عند كبار السن. فلما يكون المعدل العمري عنا نحن قليل، معناتها أغلب الشعب عنا عمره منه بالعمر يلي بيخليه يعمل مشاكل ويتوجب دخول المستشفى. فهالمقارنة ما حتكون كتير عادلة بين في أكثر من عامل، لأنه طبعا في أكثر من عامل. والشغلة الثالثة هي أنه الدول يلي بالفعل صار عندها مشاكل بمجملة صار عندهم تأخير
بقرار الحجر، إن كان إيطاليا ولا إسبانيا ولا أمريكا، كلهم تأخروا ليحسوا أنه والله في عندهم مشكل. كان عندهم كتير تلكؤ بأخذ القرار أنه نضبوا عبيوتكم، ما حدا يظهر من بيته إلا للحاجة. وهلأ رايحين مستعجلين ليرفعوا كمان هيدا الإجراءات. بالضبط. هلأ هيدي في بتصير في عوامل اقتصادية وضغوطات سياسية وكذا وكذا، بس من الناحية الطبية الحجر البكير كان هو القرار الصواب، يعني هيدا يلي خلى الأعداد تكون ضمن النطاق القدرة الاستيعابية، القدرة الاستيعابية تاعت النظام الصحي بالبلدان يلي قدرت بالفعل تسيطر على المرض. صحيح، مثل حالنا بلبنان، مثل حالنا الحمد لله. صحيح، خصوصا نحن كمان يعني واقع مثل الاستشفاء كمان ما فينا كتير نتكل عليه. ما فينا نتكل عليه صراحة، لو صار في ضغط علينا مثل ما صار بإيطاليا مثلا كانت حالتنا يرسى لها يعني. صحيح، يعني هيدي الإجراءات خففت. لنحكي بموضوع اليوم العلاجات المعتمدة، يعني شفنا أكثر من مدرسة إذا فينا نسمي أو أكثر من أبحاث عم بتصير، إن كان الإيدرو كسيكلوروكين أو حاليا اسم ريمديزيفير هو اسم الدواء اللي أكثر شيء يقال إنه أجرت عدة تجارب عليه وعم بيثبت إنه عم بيكون في نتائج إيجابية. فينا نقول إنه مرحلة الكشف واعتماد العلاج أصبحت قريبة؟ قريبة نعم، بس بعد ما وصلنا لها يعني. هيدول الأدوية اللي ذكرتيهم هن أدوية قديمة موجودين من قبل، يعني منهم أدوية انعملوا خصيصا من شان الكورونا فيروس. الهيدروكسي كلوروكوين مثل ما كتير ناس بيعرفوا هيدا دواء للملاريا، وخلال عقود السابقة ندرس على الفيروسز بعدة أنواع فيروسز، ودائما كان يفرجي بالمختبر أنه والله عنده قدرة أنه يمنع تكاثر الفيروس، بس لما يعطوه للشخص المصاب ما يعطي أي نتيجة. فمنشان هيك لما هلأ طلعت الدعاية أنه والله هيدا اكتشفنا الدواء وفعال كتير وشفى العالم وكذا وكذا، كان في كتير علامات استفهام أنه شو هيدا، منين طلعت هالنتائج هيدي. جينا شفنا النتائج، طلعت الدراسات بالفعل يعني كتير بدائية وتشكو من يعني في عليها كتير مآخذ، لأنه ما فينا نحن طبيا نعتمد على دراسة بتقول أنه والله أعطينا 80 مريض بالكورونا هالدواء و80% منهم صحوا و15% فاتوا على المستشفى و5% فاتوا على العناية الفائقة، اللي هي أرقام كتير منيحة. طب ما هيدي الأرقام هي ذاتها أرقام الناس يلي ما بياخدوا أي علاج، هيك بيصير فيهم 80% ما بيصيرون شيء. هني ما هيدا ما صار على العلاج اللي هني عندهم حالات متقدمة بالفيروس؟ لا 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 لا، يعني العلاج يعني إذا بتقري التقرير الطبي اللي طلع من مارسي أول تقرير والتاني بتلاقي أنه ما في شيء اسمه كنترول جروب. الكنترول جروب هي كتير مهمة بأي علاج بينعطى، يعني لا تعرف إذا علاج فعال بدك تعطي مجموعة من المصابين تعطيهم العلاج ومجموعة تانية ما تعطيهم العلاج، بتشوفي الفرق بيناتهم لتقولي أنه والله العلاج فعال ولا لا. هيدا ما صار لا بالهيدروكسي كلوروكوين ولا بالريمديسيفير. الريمديسيفير من ناحية تانية هو دواء يعني اشتغل عليه من شان فيروس الإيبولا وفرجى أنه منه فعال بالإيبولا، قالوا لنجربه بالكوفيد أو بالكورونا فيروس، لقيوا أنه في نتائج يمكن مشجعة. كمان بأمريكا هذا اشتغلوا عليه وكمان النتائج كانت كلها انه جروب وحده، يعني نفس المجموعه عم نعطيهم الدواء ونشوف اذا هذا. هلا هذا استعمل بحالات متقدمه وفرجى انه بعض الحالات تجاوبت، يعني اللي هن اذا بدنا نستعمل مجموعات تانية يلي ما اخذوا علاج كانوا عم نسمي منهم كثير عم بيتوفوا هيك، وفرجى انه والله لا في شويه نتائج عليه. بعكس الهيدروكسيكلوروكوين، الهيدروكسيكلوروكوين استعملوه على ناس بس هيك تشخصوا ما صارت هيدي المقاربه بين مجموعتين، ما صارت مقاربه. فهلا في دراسات عم بتصير
عم بتقارن بين يلي بياخدوا الريمديسيفير وما بياخدوا علاج ليشوفوا اذا بالفعل نتائجه منيحه ولا لا. طيب على اي اساس اليوم راحت بعض الدول عم تعتمد هيدي العلاجات ان كان هيدا او هيدا؟ صراحة لأنه ما في خيار تاني. ما في يعني حتى بلبنان نحن عم نستعمل الهيدروكسي كلوروكوين مع أنه ثلاث أرباعنا كأطباء أمراض جرثومية منا مقتنعين بالموضوع. عرفتي علي؟ بس ما عنا خيار تاني، يعني الدواء التاني اللي متوفر عنا هو كمان دواء درس بمجموعة مرضى وفرجى أنه ما بيعطي نتيجة منيحة، بس عم نستعمله لأنه ما عنا خيار تاني اللي هو دواء هيدا بيستعمل لمرضى الايدز، مرضى اللي عندهم اتش اي في انفكشن، سو كمان لأنه موجود عم نستعمله بس غير هيك ما يعني الأدوية اللي استعملت قبل لمكافحة بعض الفيروسز اليوم عم تستعمل لمكافحة فيروس الكورونا. بالضبط. هلأ في كمان أدوية يعني هول اللي حكينا عنهم لهلأ هول بيشتغلوا على الفيروس ليمنعوا تكاثر الفيروس. هلأ في أدوية كمان تشتغل على المناعة لأنه الأشخاص يلي عم يصابوا لما يفوتوا بالمرحلة المتقدمة يلي بينهار جسمهم تبلش أعضاءهم تشتغل، هيدي بيكون عندهم شيء اسمه سايتوكاين ستورم يلي هي مثل عاصفة من جهاز المناعة بتخلي الجسم يهب أو يولع أو يعني سميها اللي بدك إيه، وهيدا بيصير بيأذي أكتر من الفيروس. يعني المناعته قوية بتضره كمان مثل ما حنقول قوية مخربطة. يعني ردة الفعل عم بتكون كتير أكتر من اللازم من اللازم لمكافحة الفيروس، وهيدي عم بتصير عند الكبار بالسن. وفي أدوية هلأ لحتى نجرب نسيطر على هالعاصفة هيدي حتى ما يكون عندهم هالردة الفعل يلي فوق طاقة المريض أنه يتحملها. كمان هدول عم يندرسوا، هولي في دواء أو اثنين موجودين بلبنان وبالحالات المتقدمة كمان هدول فينا نستعملهم. حاليا يعني بلبنان عم بقول كل أنواع الأدوية تستخدم بين مستشفى ومستشفى من الأدوية اللي حكيناها. نحن في جمعية الأمراض المعدية والجرثومية طلعت ريكومنديشنز او نصائح او توصيات كيف نستعمل كيف نعالج مريض الكوفيد، وهذه التوصيات فيها هدول العلاجات اللي حكينا عنهم، وهدول بمتناول كل المستشفيات. بلبنان فينا نقول نسبه الشفاء عم تكون مرتفعه؟ ما فينا نقول هالشيء، يعني بعض الارقام مثل ارقام الدول يلي لنقول ما عملت كشف كامل على الشعب لتشوف قديش نسبة الإصابات مثل تايوان وكوريا الجنوبية. يعني هدول البلاد عملوا كشف كتير على الشعب عندهم ليشوفوا قديش نسبة الإصابة، تبين انه الوفيات عندهم تحت 1%، يعني بحدود 0.5 ل 0.6%، فهيدي أرقام كتير بتختلف عن أرقام مثلا أمريكا وإيطاليا، يعني عم بتكون الوفيات بحدود 5% و6%، يعني هيدي الأرقام منا دقيقة، يمكن المفروض تكون كتير أوطى، بس نعرف قديش بالضبط عدد المصابين بالبلد. طب دول كبيرة يعني إذا قدرت تايلاند عملتها وكوريا الجنوبية، ليه ما قدرت دول أوروبية أو أمريكا راحوا صوبك خيارات؟ يعني إذا عم نحكي يمكن نحن عنا قدرة مادية أو لوجستية، بس بدول كبيرة ليه ما راحوا هيك خيارات؟ بعتقد كان يعني قرار سياسي أكتر ما هو قرار طبي. يعني أنا بعرف وعم تابع يعني بأمريكا ترامب ما كان بده يوصل لقرار أنه يحجر الناس ببيوتها لأنه كتير بيأثر على الاقتصاد، وهو باني حملته الانتخابية على نتائجه الاقتصادية بده يرجع يفتح. بالضبط. سو هيدي يعني هون لما تفوت السياسة بالطب بيندفع تمن. ايه بيندفع تمنها، وما بعرف هلا اذا شو حيصير يعني يمكن يندفع. ترامب حكى عن منظمه الصحه العالميه وحملها جزء من المسؤوليه، بتوافق؟ هل كان في تقصير منظمه الصحه العالميه بعتقد لا، ما يعني انا ما بوافق الراي منظمه الصحه العالميه، يعني يمكن تاخروا شوي ليعلنوا انه هيدا صار بانديميك او صار جائحه، لانه كان اوريدي مبين انه انتشر بكل العالم. تاخروا يعني تاخر يمكن شي اسبوع او اسبوعين يعلنوا انه هيدا صارت جائحة لحتى الدول كلها تاخد قراراتها.
هلا عم يتهم هو ال WHO بيتهم الصين، وهلا عم يتهمهم انه طالع من مختبر من عندهم وهيك. هلا هيدي صارت سياسي اكثر من علم، يمكن يكون في شيء منه عم ينحكى، بس اوقات بيصير في انتقاء بالمعلومات وبيتركب عليهم قصة تجيرة. بس اليوم قديه ممكن كمان نظرية اللي عم ينحكى فيها انه تسرب من احد المختبرات بوهان اللي هو مختبرات كبيرة، انه كمان ممكن تكون نظرية قابلة للتصديق؟ يعني هي قابلة للتصديق بالفعل، لانه في مختبر كتير كبير، وهيدا المختبر يعني انعمل بالشراكة بين الصين وفرنسا، صحيح. وخصوصا بعد ما صارت الأول جائحة يلي هي السارز الأول يلي من شي 17 سنة، لقيوا انه قدرات الصين لتعمل أبحاث على هالفيروسات هيدي محدودة، فعملوا هيدا المبنى أو المركز لحتى يشتغلوا على الفيروس. وفي ناس يعني معروفين عالميا انه بيشتغلوا على هدول الفيروسز، وبيشتغلوا على الوطويت على الخفاش بمناطق عديدة من الصين كتجارب، يعني كتجارب ليكتشفوا شو هن هدول الفيروسز وشو قدرتهم على الانتقال. هلأ القصة اللي عم تنحكى هلأ بالدوائر السياسية انه والله كانوا عم يشتغلوا ليعملوا فيروس يستعملوه كسلاح بيولوجي وتسرب من عندهم. هلا انا هيدي بشك بهالقصة لسبب واضح، هو انه هيدا الفيروس بس ما فيه يستعمل كسلاح بيولوجي، لانه شفنا شو بيصير، ما حدا عنده مناعة عليه. هلا بدهم يستعملوه كسلاح بيولوجي، بس بده يكون في عندهم لقاح ليحموا هن شعبهم ويزتوه على بقية العالم، او يمكن كان بعد قيد التطوير. هل هو قيد التطوير قيد الهيدا؟ يعني كتير بشك بهذا الموضوع، يمكن يكون صار فيه تسرب، بس مثل ما تسرب من المختبر يمكن يتسرب من الطبيعة، لانه هيدول الفيروسز بالنهاية موجودين بالطبيعة، وبنعرف نحن انه في سوابق انتقلوا من الطبيعة للانسان، وهالسوابق صاروا بكذا محل من العالم. يعني نحن عنا 4 فيروسز كورونا فيروس بيصيبونا كل سنة، خصوصا بيصيبوا الأولاد وبيعملوا رشح عادي. هدول أصلا كانوا بالوطويت، انتقلوا لعنا ومشي حالهم وتعودنا عليهم. في الفيروس الميرس يلي موجود بالخليج بعده لهلأ، هذا انتقل من الوطوات للجمل للإنسان. طب هيدا منه لا مختبر بيولوجي ولا شيء، يعني نحن بنعرف أنه عندهم هالقدرة لينتقلوا. فأنا بعدني برجح نظرية أنه هيدا شيء صار طبيعي، يمكن مش بالووهان بسوق السمك تبعها، يمكن صار بالطبيعة قبل وبعدين انتقل وكذا وهيك، بس بعد التفاصيل منا موجودة. هلا عرفت أنه الصين أسبوع الماضي عملت حظر على أي معلومات تطلع من العلماء الصينية لبرات الصين بدون ما يكونوا هن موافقين. فهون بتبلشي تقولي ليش بدهم يخبوا، عرفت علي؟ فينا علامة الاستفهام والشكوك. انا بعتقد هي بس حتى ما يكتشفوا الامريكان عندهم شي نقطة ضعف ويمسكوا عليهم انه انتم المسؤولين، لانه صار في تسرب او لو حدا. حتى الاوروبيين رايحين بهذا الاتجاه، مش بس طبعاً الامريكان، لانه فيها كلفه القصه طبعاً. يعني الكلفه الاقتصاديه على اوروبا وامريكا كبيرة، هائله. الصين بلشت يمكن تتعافى، بس ما الصين كمان السوق الرئيسي عندها هي امريكا واوروبا، يعني هن بتبيعوا. هل برايك دكتور كذبت الصين بارقامها بموضوع الاصابات؟ يعني لما نشوف هلا قد ايه وصلت الاصابات حول العالم ونشوف الرقم بالصين بنحسه جدا قليل مقارنه مع الاصابات، هل فعلا كمان كذبت؟ أنا ما فيني أجزم أنه كذبت، عملوا تصحيح مؤخرا، زادوا عدد الوفيات بشي 1500 وفية بوهان، يلي هن ناس توفوا قبل ما يقدروا يعملوا لهم الفحص، وتبين أنه هيدول كان عندهم الفيروس. هل كذبوا؟ أنا ما فيني أجزم بهالشي، بس أنا شخصيا متفاجأ أنه الأعداد بالصين كانت هالقد قليلة، صح، بعد ما شفنا شو صار بإيطاليا وبأمريكا. يعني اليوم بنشوف أرقام تركيا، حتى تركيا تخطت أرقام الصين. تركيا حتى تخطى بالضبط. سو يمكن
بس ما كمان ما بدنا ننسى انه الصين بلد منضبط كتير على صعيد الحكومة وعلى صعيد الشعب. يعني لما يصير في أوامر انه انتوا بتضلوا ببيوتكم بتضلوا ببيوتكم، يعني عندهم طرق لحتى يتعقبوا كل شخص بالصين، المليار و400 مليون كل واحد فيهم بيتعقبوا من وين طلع وين فات. عندهم القدرة يتعقبوا برات الصين كمان صاروا. ايه وعندهم 200 مليون كاميرا على الشوارع بيتعقبوا كل الناس وين رايحة وين جاي، وعندهم قدرة ضبط للشعب تبعهم، يمكن تكون هي اللي خلت هالفيروس يضل ما ينتج. بروفيسور حكينا عن العلاج اليوم، بس كمان الأهم هو اللقاح إذا حنلاقيه أو لا. يعني الأكترية بيقول أنه يمكن نهاية الصيف أول الخريف، بس طالما أنه لهلأ للصيفية ما قدرنا، طالما أنه الريسك موجود حتى نرجع نشوف بكرة بالخريف المقبل يمكن نفس الانتشار إذا سلمنا أنه ممكن يخف خلال فصل الصيف. أنا ما بتوقع يكون في لقاح قبل سنة، والأغلب سنة ونص يعني لحتى يكون اللقاح. لا إذا واحد يعني كتير شمست معهم شي شركة وطلعوا بلقاح خلال 8 أشهر لسنة وتوافق عليه، البرودكشن يعني تصنيع اللقاح كمان بحاجة لوقت. هيدا هي مدة الاختبارات اللي بتاخد وقت هالقد إجمالا بياخد. شوفي لأنه هيدا الفيروس ما في سوابق عليه إنه يكون في لقاح عليه. أوكي بالإنفلونزا يلي هي كانت هي المرشحة إنه تعملنا جائحة عالمية، عنا خبرة باللقاحات تعول الإنفلونزا، عنا في أكتر من معمل بيعملوا لقاحات إنفلونزا حول العالم، والتقنية واضحة يعني من رب الفيروس بناخد منه هدول البروتينات بنعمل لهم هذا ومنعطي لقاح. بالكورونا ما في هيك شيء، ما في عنا سوابق للقاح، سو كل اللقاحات يلي عم تندرس هلا هي لقاحات جديدة ومنا مبرهنة علميا انها عندها وقاية للكورونا. ونحن بنعرف من تاريخ اللقاحات بالعالم انه اوقات بينعمل لقاح وبيجي بدنا نعطيه للعالم على اساس نحميهم، بتطلع النتيجة أسوأ من المرض العادي. وصارت هيدي مثلا بلقاح الحصبة، لقاح الحصبة أول ما كانوا عم يشتغلوا عليه جربوا يعملوه بطريقة أنه يقتلوا الفيروس ويعطوه بالإبرة للأطفال، تبين أنه الأولاد اللي انعمل لهم هيك إجيتهم حالة حصبة كتير قوية يعني مميتة، فمنشان هيك هجروا لهيدا التكنيك وفاتوا على انه يعطوا فيروس معدل يلي هو بعده فيروس لايف يلي هو هلا بعدنا عم نستعمله لهلا. هلا السبعين لقاح يلي هلا عم نشغل عليهم كل لقاح مختلف بطريقة تصنيعه واغلبهم منهم مدروسين من قبل يبرهنوا انه هيدول بالفعل بيقدروا يحموا ضد الكورونا فيروس. ففي كتير علامات استفهام انه كيف هيدول اللقاحات لح تكون نتائجهم بس ينزلوا هيدا. يعني فينا نقول يمكن مش بس يعني الخريف المقبل معقول نكون قدام اعادة انتشار جديد للفيروس. بالضبط انا بتوقع انه خريف الجاي يكون في عنا الموجة الثانية من الكورونا فيروس. بتكون بنفس القوة ولا يمكن هيدي مناعة القطيع اللي كانوا حكيوا عنها بتكون شوي؟ هلا من هلا لوقتها حنعرف بالضبط قديش صار في عنا مناعة قطيع، يعني حتكون الفحوصات يلي بتفرجي مين يلي صار عنده مناعة ومين ما عنده مناعة صارت متوفرة وبتقدر تفرجي قديش صار في عنا مناعة قطيع. أنا برجح أنه ما حيكون عنا مناعة قطيع كافي أنه نمنع الموجة الثانية. أوكي ويمكن تجي الموجة الثانية أخف يمكن تجي أقوى كمان ما بنعرف. ويمكن هدي بيحكوا انه الفيروس قادر هو يطور نفسه ويجاء وكمان هيدي نظرية صحيحة؟ يمكن هو هذا الفيروس بيتغير ما بيتغير قد فيروس الانفلونزا بس بيتغير. هل حيتغير للأسوأ ولا للأفضل؟ ما بنعرف. تاريخيا الفيروس الكورونا يلي اجوا من الخفاش او من الوطوات تغيروا صاروا لطفة صاروا يتعودوا علينا يعني بدنا نطلب منه هيك يخفف يعني عن جد فيها شوية حظ القصة انه نحن وحظنا هالفيروس كيف حيتطور
وكيف حنقدر نتعامل معه. طيب دكتور، يعني لما نحكي هلا عن إزالة التعبئة العامة يعني ونرجع قديه رح ترجع عن جد لحياتها الطبيعية والناس تقدر تظهر ويرجع للحياة الاقتصادية والاختلاط الاجتماعي معقول؟ أنا ما بتوقع إنه ترجع طبيعية بهالفترة القريبة، يعني من هلأ لسنة ما بعتقد حدا بيتوقع إنه ترجع الحياة الطبيعية، إنه نرجع نعمل اجتماعات وأعراس وحفلات وتجمعات وهيك. صعبة. ليه؟ لأنه مناعة القطيع بعدها منا موجودة. يعني أي شخص بيفوت على هيك تجمع ممكن يعدي كل الباقيين وترجع تهب القصة. فطبيا وعلميا ما منتوقع أنه نقدر نعيش حياتنا الطبيعية بهالفترة اللي جاي. يلي بده يصير هو نوع من التأقلم مع الكورونا فيروس. حيضل ببالنا كمواطنين ويمكن كحكومة انه والله هيدا الفيروس ممكن يرجع ينتشر، فالارشادات حتضل انه انتبهوا، البسوا كمامات. التست حيكملوا كل الوقت؟ حنضل نكمل تستات؟ طبعا ضروري ضروري، ما فينا نهمل الموضوع، لازم نضل نفحص لحتى نضل متابعين الفيروس وين عم بيروح. نحن يعني عم نتمنى انه بالصيف ما يخف، ما يضل عم ينتشر، بس بدنا نتذكر انه من 11 سنة لما صارت الجائحة تاعت الانفلونزا، انفلونزا الخنازير، اجت ضربت اول مرة بآب عنا بلبنان وخفت شو اسبوعين ثلاثة، رجعت باخر ايلول وتشرين رجعت قوية كتير، اوكي، ورجعت خفت بالشتاء يلي هو موسم الانفلونزا بالعكس عادة بتكون. صح، صارت بالعكس. بس هيدي انفلونزا كانت. هلأ شو حيصير ما بنعرف. نعم، للأسف وقتنا انتهى يعني بروفيسور، كان عنا بعد كتير أسئلة نحكي فيها وبتهم الناس بطبيعة الحال. رئيس مركز أبحاث الأمراض الجرثومية بالجامعة الأمريكية بيروت بروفيسور غسان بيبو، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا وشكرا على هذه المعلومات. إلى هنا نصل إلى الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.